فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله المحمود بكل المحامد، الحمد لله العليم بحال كل راكع وكل ساجد، سبحانه وتعالى هو الموجود قبل الوجود وبعد فناء الوجود، وهو لكل موجود واجد. وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل كافر في الأرض وبعدد من كان لله عابد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منديلا. مرة أخرى نحييكم بتحية الإسلام من السرادق المقام تكريما لروح طاهرة صعدت إلى رب غفور، تكريما لرمزا من رموز الأدب والاحترام، تكريما لصاحب الواجب والأدب في كل مكان، تكريما للمغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الحاج حسين ثعلب عميد الفراشة بجمهورية مصر العربية والسكرتير العام لرابطة أعمال الفراشة بجمهورية مصر العربية. الله أسأل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. ويحضر معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة كوكبة من أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، فهيا بنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نستهل هذه الليلة القرآنية المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيل قارئ جمهورية مصر العربية. وفخر قراء جمهورية مصر العربية، قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد الواحد العربي، قطب التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والعربي كله، والمقيم بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا مأجورا من الله، وليعتلي منصة التلاوة ليتلو علينا مما يفيض الله عليه من آي ذكر الحكيم، داعين له الله أن يفتح له فتوح العارفين. فمع التلاوة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Oh,
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة أما
على الله تفتر أم على الله تفترون قل أم على الله تفترون قل
ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما يحزب عن ربك من مثقال وما يحزب ولا في السماء
ولا أصغر من ذلك ولا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. كل القلوب إلى النبي تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. سبحت باسم علاك يا ربي فإذا سكت اللسان فسبحت أعضائي. والله ما حمل أنسى ولا وضع كمثل أحمد في الأخلاق ودينه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان على أرض الإسلام عشنا مع خير حديث لا يمل السماع وصوت يترقبه كل استماع. عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم والذي تلاها على مسامع حضراتكم قارئ مريد مصر العربية وفخر قراء محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمركز ومدينة شنوت وللسادة المعزين قبول العزاء أجمعين.